توجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برسالة شكر وتقدير إلى أبناء الوطن الأوفياء في ميادين الصحافة والإعلام أصحاب الرسالة النبيلة في نشر الوعي والتنوير والمعرفة وشركاء المسيرة الوطنية في مواصلة التحديث والتنمية المستدامة. جاء ذلك في رسالة سامية وجهها جلالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشارك البحرين العالم الاحتفال به تحت شعار الصحافة من دون خوف أو محاباة، حيث أعرب جلالته حفظه الله عن الاعتزاز بعطاء الكوادر الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين التي تؤدي واجب صون أمانة الكلمة بموضوعية ومصداقية ومهنية في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة تكفل آليات التعبير الحر عن الرأي بمسؤولية وأمان واستقلالية. وقال جلالته أيده الله: إنها لمناسبة طيبة يحق لنا أن نفخر فيها بما تحقق من مكتسبات عبر اتساع آفاق حرية الصحافة والإعلام والإبداع الفكري، والتي تمثل قيما إنسانية راقية وتجسيدا حقيقيا لوعي مجتمعنا البحريني وتحضره وتاريخه العريق. مؤكدا جلالته أن هذه الحريات علامة بارزة على نضج المسيرة الديمقراطية في البحرين وحيويتها واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية. وأشار جلالة الملك المفدى إلى أن الصحافة المستقلة والإعلام الحر المسؤول من أهم المكتسبات الوطنية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في إطار احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في تبادل الأخبار والمعلومات الصحيحة والموثوقة وتوظيف أحدث المستجدات في تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتحقيق ذلك دون ما قيود أو ترهيب، في ظل ضمانات دستورية تشريعية عصرية وقضاء مستقل والتزام بالمواثيق الحقوقية الإقليمية والدولية وتقدم اقتصادي واجتماعي عزز من حضور الصحافة والإعلام وتنامي تأثيرهما. ونوه جلالته بما أثبتته الصحافة ووسائل الإعلام في البحرين بتاريخها الوطني المشرف وتمسكها بمبادئ وأخلاقيات المهنة، كونها لبنة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه ومنارة للفكر والإبداع والمعرفة ومكونا أساسيا في دولة القانون والصمام أمان ضد التطرف والإرهاب وخطابات التحريض والكراهية. كما ثمن جلالة الملك المفدى دور وزارة الإعلام في تأدية رسالتها بكفاءة وإخلاص في تهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية أمام ازدهار الحريات الصحفية والإعلامية والارتقاء بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإسهاماتها في الحفاظ على الهوية الوطنية البحرينية وإبراز تراثها الغني وسعيها نحو الاستثمار في المواهب الوطنية وتعزيز مكانة البحرين كمركز إشعاع حضاري، مشيدا جلالته بإسهامها المستمر في دعم المسيرة التنموية والديمقراطية وحرصها بالشراكة مع الصحافة المحلية على تطوير العمل الصحفي والإعلامي وإرساء دعائم الكلمة الحرة النزيهة والموضوعية وغرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وحماية الحق في المعرفة. وقال جلالته: سيذكر التاريخ على صفحاته المضيئة كيف حمل إعلامنا الوطني الأمانة بالشجاعة وثبات في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية كافة التي مرت بها مملكتنا الغالية وتجاوزتها بعزيمة صلبة وإرادة وطنية حرة وجامعة، فقد وقف الإعلام الوطني ببسالة في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره وصون هويته بأبعادها الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية وتعزيز مكتسباته التنموية والحضارية وتكريس قيم وواجبات المواطنة الصالحة في إطار من التعايش والاحترام المتبادل بين الجميع على هذه الأرض الطيبة. ونوه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بقدر المسؤولية التي ظهرت عليه الأسرة الصحفية والإعلامية في دعمها المستمر لجهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 والتزامها المهني بتوعية المواطنين والمقيمين بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في هذا الظرف الاستثنائي، وتعاملها بنزاهة وشفافية في نشر الحقائق والمعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية المعتمدة ومواجهة الشائعات والادعاءات المغرضة والتصدي لها واضعة المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار.
وعبر جلالته حفظه الله عن التقدير والاعتزاز بعطاء المرأة البحرينية في المجال الصحفي والإعلامي الذي يتوازى مع دورها في كافة المجالات التنموية، خاصة خلال هذا الظرف الاستثنائي حيث تتواجد ضمن الكوادر الطبية والتمريضية والتطوعية في الصفوف الأمامية في جهود احتواء هذه الجائحة العالمية بروح من التكاتف المجتمعي والعزيمة والإيثار والتضحية في خدمة الوطن والصالح العام، معربا جلالته عن الثقة واليقين بأن البحرين بفضل من الله تعالى وكرمه ووعي المجتمع وتمسكه بثوابت الوحدة الوطنية واحترامه للتدابير الوقائية والتوجيهات الرسمية وتعاون سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسساتها الأهلية قادرة على تجاوز هذا التحدي الاستثنائي والتعامل المدروس مع تداعياته بما يضمن سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين والعودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. وأشار جلالة الملك المفدى إلى أن تزامن الاحتفال بيوم الصحافة العالمي مع الأجواء الروحانية والإيمانية لشهر رمضان المبارك فرصة مواتية لاستذكار قيامنا ومبادئنا الإنسانية المستمدة من روح تعاليم عقيدتنا الإسلامية السمحة في دعوتها إلى تآلف القلوب وإعلاء قيم الصدق والنزاهة والموضوعية في التعبير عن الرأي والوقوف صفا واحدا للتصدي لكل ما من شأنه زرع الفتن وأسباب الشقاء عبر تناقل الزائف من المعلومات والأخبار المغلوطة التي يتزايد انتشارها في العصر الرقمي والقنوات الفضائية المثيرة للفتن والكراهية. مؤكدا جلالته على أهمية توحيد الكلمة دفاعا عن المبادئ المهنية والأخلاقية لحرية الصحافة من أجل إعلام مسؤول وشريك فاعل في التنمية. وفي ختام الرسالة السامية تمنى جلالة الملك المفدى التوفيق للجميع لما فيه خير وصالح وطننا الغالي، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام الفضيلة والمباركة على أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والصحة والسعادة والرخاء.